ايه طبعا. لك عن كل شي حكيتي معنو مهم ابدا. مزبوط، بس الغريب انك قاعدة عم تحكي عن السلبيات ونسياني كل الايجابيات يلي عنده. الصفات يلي موجودة عند مهند ما بتلاقيها عند حدا، على القليلة هالزلمة معنو بوشي. مزبوط، بس هو مشاكله كتير. كلنا بنعرف شو سبب هالمشاكل. الشي اللي مر على راسه ما مر على راس حدا فينا. كل حياته كانت ظلمه بظلم. إذا مفكرة إنه عاش هالشي بإرادته بتكوني غلطانة. مين منا بيحب يعيش هيك حياة؟ مهند توجع كتير، بكفي الطفولة السيئة يلي عاشها. وقت كنا خاطبين أنا ومؤيد كان يحكي لي عن المشاكل يلي ببيتهم. الأب والأم في مسافة كبيرة بيناتهم وكل واحد بعالم. لو أنا أو أنتي عشنا يلي عاشوا مهند ومؤيد كنا جنينا. أنا بقول منيح يلي لساتهم متوازنين، منيح ما استسلموا لهالوضع. إذا بدك رأيي لازم تقبلي مهند مثل ما هو، إذا كنتي فعلا بتحبي. أنا فعلا بحب. لكن لا تفكري غير بحبك لإله. مهند شاب كتير نظيف ومستحيل بكل حياتك تلاقي شخص بأخلاقه. أهم شغلة فيه إنه مانو كذاب وما بيخجل بحقيقته قدام مين ما كان، بعكس مؤيد. مهند بيحبك وهالشي كتير واضح، كلنا بنعرف، وإنتي كمان بتحبيه، ولهيك لازم تبقي جنبه هلا. هو بحاجتك أكتر من أي وقت. بس هو قال لي روح. حكى معك هيك من خوفه عليكي. لازم تفهمي يا زينب، مهند هلا عم يمر بظروف كتير صعبة. إذا كنتي فعلا بتحبيه مو معقول تتركيه بوقت الشدة. حاولي تكوني قريبة منه وطولي بالك عليه لحتى يحل مشاكله، بس بدون أي ضغط لأنه هذا الشي بيتعبه أكتر. لا أكيد ما رح أضغط عليه، بس أنا أول مرة بشوفه هيك بهالوضع، يمكن لهيك انصدمت. فهمت عليك. وليكي لا تحاولي تغيري طريقة حكيه وعصبيته وغضبه، درع بيحمي حاله فيك. مهند طفل، قبل ما يفوت على السجن كان طفل بكل معنى الكلمة، بس بعد ما طلع من هنيك تغير كتير. لحتى يحمي الطفل يلي جواته صار قاسي وما عاد يوثق بحدا أبدا. مهند في طفل موجوع جواته، وأسوأ شيء إنه ما بيعرف كيف بده يرجع، بس بيعرف يخسر على طول. لهيك بخاف كتير. مرحبا. أهلين، شو عملت؟ شو بدي أعمل؟ ولا شي، راكد ورا الشغل. ايه صحيح، هاد اجاك اليوم. شو هاد؟ تبليغ من المحكمة. يعطيك العافية حبيبي. الله يعافيكي. اللي خبر بهالشي؟ المحامي قال لي في جلسة خلال الأسبوع الجاي. أخوك بانا عنا. أهلا وسهلا بانا. أهلين، كيفك؟ منيح، أنت شو أخبارك؟ منيحة. والله قبل ما تجي نحن كنا عم نحكي بموضوعك يا مهند، إن شاء الله بتنتهي مشكلتك وبتخلص من هديك المرة ونفرح فيك عن قريب بوحدة أحسن منا. طمني مهند، شو أخبار شغلك؟ قال عم تشتغل وقت طويل. يا حرام، كل وقته عم يركض. يا حبيبي كل الوقت مشغول، حتى إلي كم يوم ما شفته. كتير مبسوطين من شغله.
شبكة توزيعه من قاضي كول لقرطال. معلوماتك غلط، لا بعد من قرطال. كتير منيح. والله برافو عليك، كتير واثق من حالك يا مهند. لأنه في ناس عم يستنوا فشلي وعم يستنوني على غلطة، فما بدي أعطيهم فرصة ليشمتوا فيني. إيه بس الوقت عم يخلص ولسه ما تحقق الهدف. بكير على هيك حكي مؤيد بيك. هلأ بدينا. ما تعصب، أنا رح جيب لكم شي تاكلوه مع الشاي. هاي الفترة بانا ومؤيد كتير مشغولين بالعرس، وأنا برأيي يا عمر بانا لهلأ ما أجت شافتك لأنه نوها خانم معناتها. نوها خانم من مشية كل العيلة على كيفة، حتى خطبتي مع بدر هي اللي فسختها. هالشغلة ما أنا غريبة عن نوها خانم، بس أنا برأيي. ليش سكتت؟ عم يندق الباب. مرحبا. مستحيل تكون لقيتني صدفة. فيروز قالت لي وين بلاقيك. فيروز، شو عم تعملي هون بمكتبي؟ بابا أنا أنت فعلاً هيك زودتيها. رح أدخل بالموضوع من غير لف ودوران. بانا ممنوع تقرب منها،